بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير على حضراتكم وعلى بركة الله تعالى. بنبدأ الجزء الثالث ويا رب يكون الأخير في المعبد الكبير لرمسيس الثاني في أبو سمبل. احنا خلصنا لغاية صالة الأعمدة الأولى وخدنا فيها المناظر الجميلة بتاعتنا بتاعت قادش والمناظر الحلوة والمراسيم. تعالوا مع بعض بقى ندخل على الصالة الثانية اللي بعمق في الجبل 7 متر وعرضها 12 متر. مناظرها تقليدية جدا، يعني بلاقي حورس سيد ميام بيتوج الملك، بلاقي راح رختي متصور عندي على البوابة بيتلقى باقات الزور أمامه الملك، بلاقي الملك بيقدم باقات الزور للثالوث أمون وموت ورمسيس الثاني المقدس، بلاقي مركب أمون والملك بيصلي أمام أول واحد على المركب بيجر المركب اللي من 16 اللي 19 واحد شايلينها، هو المركب دي اللي هي أمون مويا، أمون في مركبه اول واحد في 19 هو رمسيس الثاني نفسه، وخلفه طبعا نفرتاري ماشيه. بعدين بلاقي العتب عليه خراطيش رمسيس فيها النص بتاعه، ومجموعه من الالهه موجوده في الجزء العلوي من المقصوره. الالهه زي ما بنشوفها بنقول انها قد تكون اللي قريناه من الاسامي، راح رختي موت خنسو، الباقي ما احناش قادرين نقراه، لكن المنظر الجميل لامون وهو ماسك علامه الحياه ورابطها ب 100,000 سنه، 100,000 سنه من الحياه سيهديها لك امون رع يا اسر ما ترع ستب ان رع. خش على الجانب الشمالي، المناظر بتاعته المعتاده، يعني في منظر مهشم مش باين قدامي قوي لكن المناظر المعتاده مناظر تقدمات. الملك في تقدمه قدام احد الالهه، مش واضح قوي مين هو الاله اللي واقف قدامه، والمنظر الشهير بتاعنا رمسيس بيقدم الخصيتين الرمز المقدس لامون كاموتيف، وراه ايزيس اللي في النص المفروض يبقى حورس، يبقى حد رمسيس عمل نفسه زي ما احنا عارفين او معتادين على عمليه التقدمة ان رمسيس يحط نفسه كمقدس. الناحية الشمالية يبقى المركب وانا مغمض هي مركب راح ورختي، رمسيس ونفرتاري ونفس الطقم العمل او فريق العمل اللي شغال مع عملية نقل المراكب. المنظر بيمشي معايا بعد كده، بلاقي راح ورختي زي ما امون عمل الناحية التانية، راح ورختي هنا بيدي للملك رمسيس الثاني مئات الالاف السنين من الحياة، وعلى العتب موجود خمس الهة مع خراطيش رمسيس الثاني. الخمس الهة هم مونتو واتوم وشو وتفنوت وجب. الصلاة فيها أربع أعمدة اتنين على كل جانب، المناظر التقليدية جدا، يعني ألاقي حورس سيد ميام وأمون رع سيد عروش الأرضين وراح رختي أو غير المناظر، مش هتبقى قلقان من حاجة أو مخضوض لأن المناظر التقليدية ما فيهاش أي تغيير عن المناظر المعتادة. لما أدخل بقى بتجه ناحية الغرب على البوابة اللي هتدخلني على فين؟ على قدس الأقداس. بلاقي على العتب البوابة فوق بلاقي منظرين ممثلين، الملك بيقدم على شكل ابو الهول، الملك هو اللي بيقدم المعت لمين؟ لامون، امون سيد عروش الارضين. وبعدين المناظر على العتب بقى تقديمات عاديه جدا، مره الاقي بيقدم لبتاح المعت، مره بيقدم لخنسو باقات الزهور، مره بيقدم العصبه او حاجه لجحوتي، مره بيقدم الفازات بتاعه النو للاله مونتو. ندخل على صاله التجلي مع بعض، عرض نفس عرض صالة الأعمدة الثانية لكن عمقها داخل في الجبل 3 متر ونص مش 7 وشوية زي ما شفنا في الصالة اللي قبلها. الجزء الجنوبي منها المناظر التقليدية، أمون كاموتيف متصور بيتلقى الفاستين بتوع النو من الملك، وبعدين على الأبواب بلاقي بقايا خراطيش الملك وعلاقاته مع الآلهة المختلفة، زي ما بلاقي مثلا منظر وهو بيقدم الفاستين لحورس مياه النقش يمكن سيء شويه، وعلى العتب خراطيش الملك بلاقي انه محبوب مونتو ومحبوب بتاع سكر، وبعدين بيتعبد وبيعمل عمليه حرق البخور او تقدمه قربان بشكل حرق بخور لامون بهيئه امون الكبشل، بس كان هو هيئه الاله امون رع. بلاقي على الناحيه الشماليه اللي بتبقى على ايدي اليمين وانا داخل الملك برضه بيحرق البخور قدام اتوم اعرفه دايما بالتاج المزدوج بهيئه ادميه والقرابين ما بين الاثنين. بعد كده بلاقي برضو على البوابات بلاقي المناظر وخراطيش الملك رعمس مري امون محبوب خنصه هنا بالمناسبة. على يمكن اخر منظر نقدر نتابعه اخر المناظر نتابعها في صالة التجلي، الملك وهو بيقدم هيئة المعت قدام جحوتي، وبعديها مناظر تانية بسيطة جدا للملك وهو بيقدم اجزاء كأنها قطع الملابس بيقدمها قصاد البتاح الاله بتاح اللي موجود داخل الناووس بتاعه. البوابة بقى اللي بدخل منها على قدس الاقداس بلاقي عليها المناظر فوق، العتب العلو فوق رائع، رمسيس راكع على الشمال اللي هي ناحيه الجنوب، امون وموت ما عنديش مشكله، الناحيه الثانيه معت وقدامها رمسيس، رمسيس جعل من نفسه
راح ورختي، او جعل من نفسه راع، او جعل من نفسه زي ما قال في الاقصر انا شمس الحكام. وبيستشهد بالمنظر ده وبيقدم رمسيس، بيقدم لرمسيس المقدس على العتب او على الكتفين. بلاقي المناظر العاديه جدا، الملك مره بيقدم على الشمال لامون والناحيه لراح ورختي، قصاده بيقدم لنفسه. بعد كده الاقي الملك بيقدم قرابين او بيعمل عمليه الدهان قدام اوزوريس. مره الثانيه بيقدم البخور قدام الاله بتاعه. ندخل بقى على قدس الاقداس. قدس الاقداس الاربع تماثيل من اليمين بتاع راح ورختي، رمسيس، امون، وبتاح. الثلاثه الاولانيين راح ورختي ورمسيس وامون حاطين ايديهم على رجلهم. بتاح طبعا الوضع التقليدي بتاعه اللي مش بيتغير. الجانب الجنوبي بقى منها اللي هو على ايدينا الشمال واحنا داخلين، مناظر عاديه، الملك على الكتفين كانه بيعمل عمليه السماح بالدخول، حرق البخور قدام المراكب، المركب بتاعت امون اللي بتظهر عندي هنا، او المركب بتاعت امون، وقدامها برضو بيقف ثلاثة كأنهم ثلاثة من الملوك أو ثلاثة من الملوك الصغيرين أو الهيئات الملكية اللي بتتصور معاها، والملك بيحرق قدامها البخور. بعد كده الملك في منظر شاذ جدا بيقدم الدهون وبيعمل عملية دهون لأمون كاموتيف. عنديش أي مشكلة وراه المائدة اللي عليها الخص، مفيش أي مشكلة في المنظر. الحاجة الجديدة بس ان دي الاول مره بشوف امون كاموتيف قدام اناء العطور وهو بيمسك العضو الذكري بتاعه بايده الشمال وايده اليمين الصباع في داخل الفم، ما نعرفش ليه. ورمسيس ده لاحظ حاجه ان اناء الدهون او العطور اللي هو بيحط بيقدمه له او بياخد منه امام العضو الذكري. هل التفسير فيها مرتبط انه كان بيدهن العضو الذكري بيها وان امون بيقدمه او امون كاموتيف بيقدمه؟ يعتبر من المناظر اللي مش تقليديه اللي بنشوف فيها المنظر ده. بعد كده الملك بيحرق البخور مره ثانيه برضو على الجانب الشمالي اللي هو على ايدينا اليمين واحنا داخلين، هنلاقيه بيعمل كانه على العتب بيقول اهلا وسهلا، وادي مركب راح ورختي، والملك بيحرق قدامها البخور، والملك بيقدم القرابين برضو لهيئته المقدسه. دايما بيقدم رمسيس يتلاقيه وهو بيعمل اما بيقدم القرابين لامون او راح ورختي او لنفسه هو وهيئته المقدسه. طبعا عشان ندخل ابو سمبل بنتكلم في 22 اكتوبر و 22 فبراير على عمليه النقل وعلى عمليه تعامد الشمس، وان الشمس جت من ايام فكره مدام ايميليا ادواردز 1874 لما عملت الكتاب بتاعها اللي قالت 1000 ميل على النيل، واتكلمت على اكتوبر وفبراير. طيب خلوني بس بدون ما ندخل في تفاصيل كتير، كل المعابد المصرية لها قصة مرتبطة بتعامد الشمس عشان بس تبقى الصورة واضحة وفكرة تعامد الشمس. اولا ما كانش عند المصري القديم في اكتوبر وفبراير، بس عشان تبقى الصورة هو مش مرتبط لا بتتويج ولا بعيد ميلاد ولا الكلام اللطيف ده، هو مرتبط في الغالب والاقرب بمواسم الزراعة والحصاد، لان كمت ومصر هي كان الاساس فيها نهضة الزراعة، والملك حين يتعامد فيعني ان ميلاد الشمس تشرق معه الارض الزراعيه وليس العكس. والدليل ان تغير المعاد من الى بعد نقل المعبد سنه 64. يتبقى لي في المعبد ثلاث حاجات اساسيه، ثمان مقاصير جوه المعبد غير الاكس اللي احنا ماشيين عليه، يتبقى لي اتنين مقصوره بره، واحده للشمال بتاعت راح ورختي وواحده للجنوب بتاعت جحوتي، ودول مش مفتوحين. يتبقى لي كمان لوحات عددهم 13 لوحه في الناحيه الجنوبيه منحوتين في الجبل، اغلبهم بيتكلموا عن حكام كوش، ان ابن الملك حاكم كوش. انا هنا بتكلم دلوقتي على اول عنصر منهم، الثمان مقاصير اللي عندي. حتى هتلاقوا ان هم احيانا بعض الناس يحطهم واحد اتنين تلاته ومش عارف ايه، مناظرهم ما تتخضوش، مناظر تقليديه جدا وعاديه جدا. يعني الاقي فيها الملك بيقدم انه قدام امون، امون بهيئه الكبش، الملك انا هنا باخد نماذج زي ما حضرتك شايفين، الملك بيقدم القرابين لامون لرمسيس المقدس يا بيقدم، وبعدين بيفتتح مائده القرابين الاله امون كاموتيف، هنا رمسيس بيتوج امام امون واتوم، اتوم بالتاج المزدوج، بعدين مره تانية يتوجوا راح ورختي وجحوتي، وبعدين الاقي الملك بعديها راح ورختي بيدي ملايين السنين لاسماء الملك واللي هي باللقب الحوري، بعد كده الملك بيتعبد امام الاربع اسماء بتوع الشمس. هتلاقي قدام الصقر ده موجود راح ورختي وخبري واتوم وحورس، يعني الاربع اشكال اللي ارتبطوا بالشمس في هذا المنظر رمسيس. وعشان كده تحت كوع رمسيس بيقول دوا نتر سب في دو، تعبد للاله لاربع الهه اللي هم الاربع الهه اللي انا قلتهم اتوم وراع وشو و
اتوم وراع وخبري وحورس. هنا الملك بيقدم سواء بيقدم الايرتت لبتاح او بيقدم لراح رختي او لمونتو اسف، بعد كده بيقدم البخور، بعد كده بيقدم عمليه التعبد. لاحظوا ان هو راكع على ركبته، مناظر كتيره في الصلاه دي هنلاقيه راكع. هنا مثلا بيقدم برضو قدام راح رختي، بيقدم له البذر، بيقدم قدام امون راع بيحرق البخور قدام امون راع، مناظر مش تخضش، لكن هنا منظر رائع للتيران الاربعه اللي احنا شرحناهم كتير قبل كده. بعد كده بيقدم برضو الملابس لوبواوات، ابتدى وبواوات يظهر عندي. بيتبقى عندي زي ما قلت لكم الماسورتين اللي بره، ماسوره الشماليه لراح رختي والماسوره الجنوبيه لجحوتي. المناظر عليهم ضعيفه جدا وهم ما بيظهروش دلوقتي، لكن بشكل عام المناظر هنلاقي الملك بيقدم قدام الاله، بيضرب الاعداء قدام امون، يعني مناظر تقدمات معتاده. او الملك بيجي زي ما بقول لكم المناظر صعبه جدا، يعني الملك مره بالتاج الاحمر ومره بالتاج الابيض. مثلا دي ماسوره جحود، ماسوره راح رختي، لو حضراتكم متخيلين المناظر يعني يبان راح رختي بالعافيه ويبان الملك قدامه، بتبان المناظر عندي هنا اصعب واضعف مما يكون. كان متواجد قدام المعبد مسلتين، او في ظهر المعبد عند المقاصير مسلتين، مسله منهم الموجوده في متحف اسوان ومعاها الاربع قرود اللي بالمنظر الموجود قدام. يتبقى لنا المعبد الكبير جنوبه، 13 لوحه موجودين في الجنوب في الجبل، منحوتين على الجبل، يعني لما اتنقلت اللوحات واتحط اللوحات هنبداها مع بعض كده ونعدي عليها زي ما نقول مرور الكرام. اللوحه دي مثلا قدامنا باسر نائب الملك في كوش ابن ماموزه، باسر الثاني قدام رمسيس الثاني متعبد وبيقول ان هو الابن الملكي حاكم كوش. اللوحه اللي بعدها مثلا بلاقي دي اول لوحه على فكره وفي حاله سيئه جدا، فيها الملك بيضرب الاعداء قدام امون، ويمكن التفصيل بتاعها اللوحه سيئه جدا يكاد لا يظهر شيء. اللوحه دي قدامي فيها باسر قدام امون قدام رمسيس الثاني متعبد، باسر الثاني بنفس الشكل بتاعه. ناخد بعديها مثلا لوحه 2 متر 25 في 2.55، السمك او العمق بتاع النقش 5 سم، يعني حاجه غير عاديه. فوق رمسيس عادي جدا بيتعبد قدام جحوتي سيد هرموبلس، وبعدين وراه راح رختي، والثالث الاله شيبسي اللي هو براس ادميه وقرص الشمس، ده واحد من الالهه اللي ظهرت في الدوله الحديثه، ومكتوب عليه ان هو شيبس ام شيمينو اللي هي مدينه الاشمون او خيمينو. تحت مرنجم اللي هو النائب الملكي في كوش بيتعبد وبيقدم الظهور امام الارخرطش. بالله بعديها حاكم نائب الملك في كوش او اي شخص بيتعبد قدام الملك ما نعرفش مين. اللوحه اللي بعدها من اللوحات المهمه جدا، اللوحه دي بتاعت حكايه نخت اللي بيخلد فيها في اليوم ده مرور 24 سنه على مرافقته للملك رمسيس في العمل، يعني هو النائب الملكي في كوش ده الراجل اللي تحت وقاعد بيقدم بقى قرابينه بيتعبد قدام مين؟ قدام نفرتاري. لكن المنظر اللي فوق منظر غير عادي، المنظر اللي فوق فيه رمسيس الثاني واقف ووراه بنته مريت امون بيقدموا المايت قدام، هو ومريت امون بيقدمه قدام امون راح رختي ورمسيس الثاني نفسه كواحد من الالهه بتوع المكان. ادي مثلا اول مجموعه من اللوحات، الثانيه مش واضح ابدا فيها حاجه، حتى تحس ان اللوحتين كانهم راكبين فوق بعض، يعني او كذا ما بيوصفهم لنا ان هم اللوحتين فوق بعض. منظر ثاني الملك وقدامه موظف الملك على الحصان بتاعه، مش ما فيش نص هيروغليفي اقدر من خلاله افهم اي حاجه. النص ده مهم جدا، اير ان سيش برحج، كاتب الكاتب بتاع بيت الكنوز الاميرا نختو المشرف على الجيوش امتى قنت او طخنت خنت، هنا ده احد الاسماء اللي كانت بتنطق على منطقه النوب. الكاتب بتاع الكنوز اللي بتاع منطقه النوب اسمه ايه الراجل؟ ميري ان. العلامتين اللي عاملين زي الكيسين اللي في الطرف دي علامه واوات، ميري ان واوات، ميري من بلد اللي اسمها واوات. الراجل كانه بيعمل سينيه، كاتب بيكتب لوحات كانه توقيع له. بعد كده بنشوف لوحه ثانيه، الملك بيضرب الاعداء قدام بيضرب الاعداء قدامه امون راع، وتحت الخرطوش اللي ظهر عندي سيتي الثاني، والحاكم اللي موجود هنا او حاكم النوبه موجود اسمه فوقيه ميري، ميري بيتعبد هنا قدام خرطوش الملك سيتي الثاني. لوحه ضايعه خالص ما اقدرش احدد منها شيء غير شويه خرطوش، لكن اللوحه الاخيره دي واحده من اللوحات المهمه اللي بنختم بيها المعبد الكبير. حاج ستاو نائب الملك في كوش، النصين اللي عندي بيكتب فيهم ان هو بيخلد ذكرى السنه 38 من اللي هي سنه بدايه حكمه، والراجل بيقول ان هو كان مراقب الجنوب وان هو اللي بيراقب العمل وان هو التابع للملك، وبيضرب الاعداء الملك فوق مره امام راح رختي ومره امام امون. شكرا جزيلا على معبد ابو سمبل الكبير، اشوفكم ان شاء الله في المعبد الصغير، ويا رب يبقى صغير في عدد الفيديوهات بتاعته عشان ما تزهقوش مننا. شكرا جزيلا.